السلام عليكم. اليوم نضرب جولة في مركز تجاري تاع سينيا بوهران، واللي الصور هذه تعود إلى حوالي 3 أو 4 أسابيع. إذن ونتكلم على قضية بعض المولات يعني المراكز التجارية التي لم تنجح، كمثلا مول القدس، مركز تجاري تاع القدس الذي يقع في الشراقة، وكذلك مركز تجاري في بوليدة، وكذلك مركز تجاري تاع سيدار الذي يقع في باب الزوار. كل هذه المراكز التجارية لم تنجح. لماذا؟ لأن ما فيهاش المساحات تاع لي غراند سيرفاس اللي تخص من نوع اينو او اي نوع اخر، لكن المهم لازم تكون فيها هذه المساحات نتاع الناس وين تجي وتقضي تشري ب 100,000 200 بمليون زوج ملايين، يعني تكون فيها تجي الناس تقضي حاجياتها اليوميه. هذا هو المهم. اذا ما كانش في هذه المساحات كما يسمى بلي غراند سيرفاس، المساحات الكبيره اللي تمد الفرصه للناس باش تجي تقضي قضيان تاع يومي، ما يكونش فيها نجاح وما يكونش فيها اقبال للجمهور لهذه المراكز. اذا هذه الثلاث مراكز اللي ذكرتها في البوليده وفي باب الزوار وفي الشراقه كلها ما عندهاش ديزير دو غراند سيرفاس نتاع يعني نتاع القضيان نتاع الناس تجي تقضي بالقفه كما ارديس ولا كما باب الزوار ولا المراكز اللي فيها هذا النوع من المساحات الكبيره. وللعلم انه المول تاع السينيا هذا اللي رانا نشوفه فيه اكبر فضاء تجاري نتاع لي غراند سيرفاس من مع باتفاقيه شراكه مع شركه اونو اللي تابعه للسيفيتال. بفضل هذه المساحه اللي سوف يصبح مول وهران اكبر مول في الجزائر. إذن أترككم تتابعون نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم.